بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد اما بعد شخصيه الاستاذ ذات اثر كبير في نجاح وسير الحلقات القرانيه فقد يكون انجذاب الطلاب داخل داخل الحلقه راجعه الى قدرات الاستاذ الذاتيه حيث ان القدره على فهم الطلاب ومعرفه خصائصهم ومعرفه ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه تعين على شد انتباههم بالاضافه الى فهم الاسلوب الافضل في تدريسهم كل ذلك من اسباب نجاح الحلقات القرانيه